2005 وانا مهتم جدا بموضوع الطاقه المتجدده وازاي نحافظ على البيئه وايه اللي نقدر نعمله. اشتغلت في سخانات الماء للطاقه الشمسيه، كنا بنجربها بخامات مصريه وبنعلم الناس ازاي ينفذوها. اولا البرميل رمز اساسي من رموز تدمير البيئه، بما ان البرميل ده بتاع البترول، براميل البترول وكده، بنحاول نوصل رساله غير مباشره انه البرميل ده اللي الناس عندها انطباع ان هو ده الحاجه اللي بتدمر البيئه، ممكن يبقى ليه استخدام مفيد جدا في حياتنا اليومية، وبنوفر كمان خامات تانية مهمة زي الأخشاب. فبدل ما نروح نشتري أخشاب عشان نصنع بيها أثاث، لا، إحنا عندنا already البرميل ده كستركتشر، كهيكل أساسي للمنتج اللي إحنا بنعمله، فبنستبدل الخامات الخشبية بالبرميل. في شركات بتستورد البراميل دي، فكنت بروح أقابلهم بقولهم أنتوا بتطلعوا براميل يعني بتستوردوا فيها حاجات، فإزاي ممكن نتعاون مع بعض؟ فمثلا في شركة تبرعت أكتر من مرة براميل علشان نعملها لمشاريع كجزء من المسؤولية المجتمعية للشركات، فبيتبرعوا براميل نعمل بيها حاجة مثلا للأطفال أيتام في الأماكن اللي هم بيتعلموا فيها. يعني على أقل مقارنة المنتجات اللي احنا بنعملها بتقل حوالي ما يقلش عن التلت، يعني بتوفر حوالي التلت عن أي حاجة ممكن تكون قريبة منها في السوق لو ما كانش النص. المساحة الآمنة ما بقاش فيها دايماً مساحة للتطور والتعليم، هي مساحة آمنة أنت عارفها ومتعود عليها. كان فضلت شغال فول تايم بعقد وتأمينات من وأنا في أولى جامعة، يعني فضلت شغال من 2003 لغاية آخر 2014 بشتغل موظف في أماكن. فمن سنتين ولغاية دلوقتي عامل ريدي ميد وشغال عليها، وأنا راضي جداً لغاية دلوقتي. مش أفضل حاجة حصلت، بس أنا راضي على التطور اللي حصل. السوشيال ميديا طبعاً هي اكتر حاجه بتساعد الناس، لما بتشوف فكره جديده الناس كلها بتشير الفكره وتوريها لاصحابها، فلما بننزل تصميم جديد الناس كتير بتهتم بيه. مؤخرا مثلا لسه امبارح في حد بعت لنا على الفيسبوك تصميم من البرميل هو كان عامله، تصميم جديد. فحتى الناس لما بيلاقوا ان هم ممكن يساعدوا بحاجه لفكره موجوده ما تاخروش بيها.